في الوقت الذي كان فيه الطرفان القطري والإيطالي يشتغلان معا لإنجاح زيارة الدولة الأولى من نوعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى جمهورية إيطاليا، كان ثمة طرف ثالث يعمل في الخفاء من أجل الإساءة إلى صورة قطر والتشويش على العلاقات الممتازة بين البلدين. أياما قليلة قبل الزيارة تجمع في ساحة من ساحات روما نفر قليل من الأفراد يرفعون الشعارات ذاتها التي روجت لها دول الحصار عبر وسائل إعلامها منذ بداية الأزمة، وكان واضحا أن الجهة التي تقف وراء هذه التمثيلية تريد أن توهم العالم بأن زيارة حضرة صاحب السمو غير مرغوب فيها وأن هذا الاحتجاج شعبي وتلقائي. لكن الصورة أصدق إنباء، فقد رصدت الكاميرا هؤلاء الأشخاص وهم يتلقون أجورهم بعد انتهاء الوقت المتفق عليه مع الجهة التي وظفتهم. هنا في هذا المبنى يتحصل كل مشارك على ظرف يحتوي أجره، وهذه واحدة من المشاركين فوجئت بالمبلغ الذي تحصلت عليه، فلم تكن تتوقع أن يكون أجرها 10 يورو فقط مقابل التظاهر ضد قطر. 10 يورو مازا per quante ore. هذه المشاهد ذاتها تتكرر أكثر من مرة بنفس الصيغة وبنفس الأسلوب بمناسبة مؤتمر ميونخ للأمن. كانت المسرحية مؤتمرا موازيا عن الإرهاب استجلبت له فتيات من أوكرانيا ومن ألمانيا الشرقية بمقابل مالي للقيام بدور ناشطات ضد العنف والإرهاب وملء فراغ القاعة. هل كان حضورك مجانا؟ دفع لي. نعم. هل دفع لك؟ دفعوا لي. وكانت الفضيحة مدوية عندما كشفت الصحافة البريطانية عن قيام جهة ما ترجح أنها السعودية وإماراتية بتمويل احتجاجات مفبركة أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو إلى المملكة المتحدة، وهي نفس الجهة أيضا التي نظمت في هامبورغ مظاهرة مماثلة على هامش قمة العشرين، لكنها أخلفت وعدها مع المرتزقة ولم تسلمهم المبالغ المتفقة عليها فانقلبوا ضدها. تمثيلية هزلية ومحاولة يائسة للي عنق التاريخ الذي لا يعترف إلا بالحقائق ويهزأ بالأكاذيب. زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى جمهورية إيطاليا أكدت مرة أخرى انفتاح دولة قطر على العالم رغم إرادة عزلها بالحصار الجائر، وتلك حقيقة لن تغيرها مثل هذه التمثيليات السخيفة التي تتكرر من حين لآخر ولا يستفيد منها إلا المشاركون فيها عندما يحصلون على أجورهم حتى وإن كانت يوروهات قليلة.